القاضي علي أحمد العرسان بهيئة الإدعاء والتحقيق محكمة الجدرات. طبعا تأسست بتاريخ 21/4/2018 المحكمة كاملة، تم تأسيسها. بعد التأسيس حقيقة يعني لقينا إقبال من المواطنين لحل خلافاتهم ومشاكلهم، وقدرنا بأنه نستوعب مشاكل هذه المنطقة اللي هي ولدت من تاريخ مشاكل داعش ونصرة وجيش حر، يعني تراكمات سابقة بيناتهم خلافات. قدرت هذه المحكمة بأنه تستقبل هذه المشاكل وحلت الأغلب منها، وخاصة مشاكل القتل، خلاف الأرض، الإرث، هذه المشاكل جميعا تم حلها. أوجه كلمة لكل إنسان في هذه الحياة وفي مناطق روج آفا بأن الإنسان في له ناظم بالحياة، يعني الرب وضع القرآن ناظم للكون، القانون هو ناظم للناس، لازم الإنسان يحترم القانون. متى ما احترم القانون هو احترامه للشخص الآخر أصلا، أنت احترامك للقانون احترمت الشخص الآخر، وهي تقل المشاكل بالقضاء، وممكن يعني ما نقول تنتهي لكن إلى حد ما، اللي هو الإنسان يجب أن يقبل القانون، قبوله للقانون والقائمين على القانون هو بحد ذاته قبول لنفسك بأنك توجد في هذا الكون.